ها قلت لك بطغوت ديال الشحمه. بطغوت ديال الشحمه واخا هاد غادي ندير نص ديال الشحمه ونص معمر من الكبده صافي. السلام عليكم خوت خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. المهم راه ما بقيناش حاطين في هذه الايام هذه لحقاش كانت عندي واحد الظروف اللي صعيبه بزاف الاصدقاء. كيف كتعرفوا بان بنتي هي ازماتيك دائما كتعس ليا في السبيطار، وملي جينا للمغرب تبدل عليها عاوتاني الجو وبقات ناعسه ليا في السبيطار عاوتاني. واليوم خرجنا الحمد لله، كنا معولين باش نديروا واحد عيد ميلاد ديال الوالد، غيكون بواحد الديكوراج المسائل بحال هكا. الساعه جينا معطلين وغدا رمضان ان شاء الله، مبروك عليكم هذا الشهر هذا، يدخل عليكم الصحه والعافيه ان شاء الله. صافي وقلنا من الاحسن نديروا واحد الحلوه خفيفه ظريفه مسائل بحال هكا، حكم غدا رمضان صافي ما بقاش الوقت فين نديروا الديكوراج وداكشي، وداكشي اللي بقى لينا اصلا حنا يلا جينا من السبيطار صافي دغيا نصوروا هاد الحوايج هذا نحيدوهم وان شاء الله يدخل علينا رمضان بخير وعلى خير. المهم دابا حاليا الاصدقاء نخليكم بعدا تشوفوا الوالده غادي دير واحد الاكله مع لويس باغا طيبه، عاد مراد الفيديو غادي يكون عيد ميلاد ان شاء الله. السلام عليكم خوتي المشاهدين، كنسلم عليكم من جميع انحاء العالم، وكنسلم على الجزائريين وراهم عزاز في قلبي بزاف، عزازين عليا وكاينين كيسولوا فيا في التعاليق الله يجازيكم بخير. وكنسلم على جميع الدول والدول العربيه والمغرب وكل شيء، وكنبارك لكم لهذا الشهر المعظم، يا ربي يدخل عليكم الرزق والصحه والسلامه وطول العمر. وشهر الغفران وشهر القران وشهر الصلاه والدين وشهر العباده الحمد لله، ماشي شهر الماكله وطامات عمار ودي هادي ودي هادي. لا خوتي خصنا شويه نتفكروا الله بهذا الشهر ونبقاو ديما مستمرين هكا، ماشي بالاخر في هذا الشهر خصنا نصلي ونعبدوا الله ونقراو القران ورا صلاه التراويح وشويه نديروا باش نلقاو الله، ماشي زوق طامله دير هادي دير هادي وفي الاخر كلشي كطل، ماشي فين يخرج من المعده ديالو تولي مريضه عليها خوتي وتولي حرام. الانسان يدير شويه باش يفطر وصافي ويعود يقرا ويتواجه الله سبحانه وتعالى واي حاجه يديرها في رمضان. وراه هذيك اللي رمضات لنا خوتي راه عسات في كنيليك يومين عاد خرجت مسكينه والحمد لله على سلامه الله. اللهم لك الحمد يا ربي ولك نحبكم وكنموت عليكم وكنبغيكم وراكم في القلب باش ان شاء الله سبحانه وتعالى. ايوا المهم الواجده طيب لكم هاد شويه ديال اللحم بالبقوق واللوز والبيض المسلوق، كطلبوا مني ديما باش نطيب لكم شي حاجه. هانا والله ما نخسرها فيكم اخواتي، احنا بسم الله على بركه الله. هذاكم عرفتوه الزعفران الحر ها هو، شوف ما شاء الله ديال الصحراء يلا جاني يا الخوت. ايوا هذيكم عارفينها، هذا سكين شبير البزار خرقوم عرق الملحة شويه المروزيه ها هي. بسم الله بسم الله انتم اخوتي الحمد لله ها هو يلا عطينا لك البصله ها هو. خذي معلقه ديال السمن غير شويه ديال السمن السمن خويا كيبان. How much half a spoon؟ صافي شويه الماء غير الماء ثاني الماء هذا الخضر السمن ديال الدكاله راه زوين نحاول ناكل بيه شويه صافي. هذا الخوت حنا مخلطينه بالزيت العود والزيت العادي ياك بسم الله. انا كنخليه هو الاخر باش اللحم يدخل يتشرب مولا. يلا غطيها لويس وتاش عليه عليها سمحوا لي الخوت عزيز عليا نخدم بيدي شايل عليه البوطه هانتوما الخوت شوفوا لويزه هي مسكينه خدامه معاه هانتوما مسكينه شعل البوطه شوف لويز هانريكا البوطه مزيان انت تبارك الله كاع عامل خاب عليك بديتي كتعلمي لويز
ما شاء الله على الويز، الله يعطيك الصحة بنيتي، الله يرضى عليك. هاتي الويز بنيتي، خذي ها، تبارك الله على الويز، الله يعطيها الصحيحة، والله الصغير تبارك الله، والله إلا معقولة ما عندي ما يتساهل الويز، تبارك الله، أجي كلسي حدايا. قالت لك واش شنو غادي دير دابا؟ دابا غادي نسلقو البقوق، ونسلقو البيض، ونصورو الأكلة ديالنا، إن شاء الله يا ربي تكون تعجب المشاهدين، ياك؟ أه. نعم، فرحانة، رمضان غدا إن شاء الله، غدا غنصومو، ما يجيكش الجوع؟ لا تعرف اسمي ثيرد وانا نيوز تو ات قالت راه ولفات هذا هو الثالث ليها الحمد لله الحمد لله النبي عليه الصلاه والسلام قال صوموا فصحوا شتي الصيام قول لها ما تكونش هنا الصيام راه زوين اتس هيلثي او يا اي نو اتس هيلثي اتس هيلثي يا ترى اي جوجلت ات اند ريد ات اول ان انجلش وين اي فيرست مات يا قالت لكم يلاه عرفاتني اول مره كتباته في جوجل و وشافت شنو كيعني هذا رمضان اصلا ولقات بزاف الحوايج فيه شنو هما المعده ديالنا كتتاح سبحانك يا ربي حتى هي كتاخذ كود جي من العام لعام يا ترى اي هوب ام غانا لوز سم ويت قالت لك كنتمنى شي ضعاف شويه او ثاني اه حتى ضعاف والناس ما تيقصوا في رمضان حتى انا كنقصر رمضان رمضان زوين عظيم Couple of days after, I put all my weight back on. قالت لك عاوتاني من بعد رمضان غادي ترجع الوزن ديالها. هذا الشيء عادي كاع الناس ايوا كلوا نفوا هكا كان مزيان الصيام على الاقل الانسان اللي يحيي رمضان يصوم اثنين وخميس باش تبقى ديما الصحه ديالو مزيانه اي حاجه خصها ترتاح بالذات بنادم اللي ما كول 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 بزاف ايوا دابا غدير لنا شي شهيوات غدير لنا شي ها شنو طيبين اليوم؟ ماي فيفرت از جوست حمر لا انتي شنو غادي طيبي؟ anything قالك اي حاجه بحالهاش بحالها your sister's like my coleslaw غادي دير واحد كوسلو غادي تقادو اها لا تبارك الله شفناك نكتب في بريطانيا كتحمري الدجاج تبارك الله راه فهماتك فهمتيها راه فهماتك زوين تبارك الله الدجاج محمر لازانيا قالك ندير لكم لازانيا وليك الشلاضه اللي كدير هذيك اللي غاديرها كوسلو غادي ديرها ان شاء الله سميتها كوسلو؟ زوينه I'll make it tomorrow if you want قالك غاديرها غدا ان شاء الله الا بغيتي صح ان شاء الله as long as you know which vegetables you're gonna get yeah صح وانا ندير البقبوط معمر بالكبيده يا كبيداتي بقبوط شحمه قلت لك بطبوط ديال الشحمه بطبوط ديال الشحمه واخا هاد غادي ندير نص ديال الشحمه ونص معمر بالكبده صح صافي الكبيده زوينه قالت لك ما عزيزش على الكبده ولكن تاخذ ديال الشحمه ديرو ديال الشحمه ان شاء الله هذا واحد مني ديرو مع اتاي الشحر من غدا اتاي That's the only food that she makes that I don't like because I don't like kibda any kind of قالت لك هذه الماكلة اللي كطيبي ما كتبغيهاش ولكن ماشي حيت انت ما كتصايبهاش مزيان حيت هي ما كتبغيش الكبدة اللي شوينا في ما كتبغيش الكبدة لا كبدة ديال الدجاج لا كبدة ديال اللحم ديال الحولي ولا البقري I like everything except for كبدة شتي ما كلاتوش من دخل هذاك المطعم وش I like everything except for kibda قالك كتبغي اي حاجه ما عدا الكبده صافي راه عندي الشحمه هي هنا في الكونتيناتور ونصاوبها لبنتي داك الشيء تعرفي عاد تاكلي الصاوبه طاح مولاي طاح قوي تتشغل قوي ان شاء الله ان شاء الله تلا I'm not gonna come here until 5 minutes before because she's gonna torture me all day because I'm gonna smell it all قالت لك ما غادي تجي هنا للدار عندكم باش تفطر هنا حتى شي قرب الاذان قالت لك باش ما تشوفش الماكله غدا يجي الجوع طلع عليها في الراس قالت لك اذا شماتها راه غادا تبغي تسطى ما تصبرش ما تصبرش تبغي تاكل تولي فاقره ليا تولي فاقره لا اختي عقي في الدار هي الله يرضي عليك تيأذن الاذان دخلي انتي والاذان قد قد اويت اوتسايد تالا قالت لك تسنى برا صافي انا موافقه بنيتي انا يكفيني عفا حالي جيتو عندي فهاد رمضان الله يعطيكم صحتكم لا لا نولي وجهو بكري ان شاء الله جو بكري للدار انا وي كان كام ايرلي
Yeah, I'm coming. Yeah, I'm joking. Yeah, قالت كنت حك أصلا. No, I'm not. No, I'm used to it now. I'm used to it. قالت كنت Yeah. I used to cook all day when we were in Wales for Ramadan anyway, and I was fine. قالت كنت طيب فرن داني تما ومولفة. قالت كنت حك أصلا. صعيب شي واحد تصور مداره هو مفتي ياكل. لا انا دابا ولفات راه العام الثالث ليها وكانت ولات هي كطيب في رمضان اصلا بحال كتلهي الوقت ديالها وي ها حتى كيوصل الوقت الفطور ملي كيجي عادي داكشي ها بحال كتقول انا طيبها انا هادي ندير هادي ندير هادي تتجي مع الوقت داكشي تتجي بجوج دبي